هذا الفيديو اليوم راح أقول لكم على سر من أسرار الصالونات وخاص بالشعر الأشقر. مثل كل البنات كنت لما أصبغ شعري أشقر أحس أنه بعد فترة صغيرة اللون يقلب على برتقالي، أورنج، أصفر، ألوان غريبة عجيبة تدخل باللون، وكنت أضطر أن أروح حق الصالون مرة ثانية بعد ما تطلع الجذور لأن أسود مع برتقالي يعني الكومبينيشن حفلة. فكنت أضطر أن أروح الصالون عشان أعدل اللون، وكان يأخذ معي الموضوع مدة وايد طويلة وتعب، وكنت أحس أن شعري وايد يتعب، وطبعاً غير أنه وايد كان مكلف بالنهاية. فقررت أن أدور وأكتشف أسرار المشاهير وأسرار النجوم شلون يحافظون على صبغة الشعر الشقرة ويبقى الشعر بالإضافة لأنه صحي وحلو وناعم يكون محافظ على لونه. بعد ما بحثت ودورت اكتشفت أنه في شيء مو كل الصالونات يقولون لنا عنه، يمكن لأن في النهاية الصالون هو الروحان، إذا رحتي عدلتي اللون وصبغتي من يدي ويديد ويدفعونك 50 60 70 80 دينار، بينما الحل وايد رخيص وايد سهل وسعره ما يتجاوز تقريبا 7 دولار، يعني تقريبا دينارين بس. فالحل عندي والحل هو الشامبو البنفسجي. قبل فترة كنت أتابع وايد بلوجرز ووايد مواقع أجنبية وعرفت أن الشامبو البنفسجي يعتبر من الضروريات إذا كنتي من النوع اللي شعرك أصلاً مو أشقر ولكن تصبغين أشقر. على فكرة حتى الأجانب مو كلهم شقر لكن يعتمدون الصبغة الشقرة، وما في واحدة منهم تستغني عن الشامبو البنفسجي. أول نقطة لازم تعرفينها أن هذا الشامبو ما ينفع لك إذا كان شعرك بني أو أحمر، في ألوان ثانية وشامبوات ثانية مختصة لهذه الصبغات، بينما الشامبو البنفسجي بس للون الأشقر. شو يسوي هالشامبو؟ اللي يسويه إنه يشيل التونز البرتقالية والألوان الصفراء اللي موجودة مع الصبغة ويحافظ على اللون، يعطي اللون لمحة باردة، يحوله على الرماديات. وهذا الشيء أنا شخصياً وايد أحبه لأني وايد أحب إنه صبغة شعري تكون مايلة على اللون الرمادي أو السيلفر، يعني اللون في النهاية راح يكون غالب عليه طابع سيلفر. طبعا يعتمد على كم مرة تستخدمين الشامبو ومرات الاستخدام وكثرة الاستخدام هي اللي راح تحدد اللون اللي راح يطلع لك في النهاية. شركات كثيرة سوت الشامبو البنفسجي، انا شخصيا جربت نوعين من شركتين مختلفتين هما كليرول وولا. هذا شكل الشامبو البنفسجي من كليرول، مكتوب عليه شيمر لايت شامبو بلوند اند سيلفر. طبعا هذا الشامبو هذا شكل علبته، الكونديشنر شكله تقريبا نفس شكل الشامبو بس مكتوب عليه انه كونديشنر. انا شخصيا اخذته من محل اسمه سالي سبلايز، متخصص بكل شيء له علاقه بالشعر بالكويت، اتوقع ممكن تحصلونه بالصالونات وايضا في الجوثن، ايضا موجود ومتوفر بامازون، راح احط لكم اللينك تحت الفيديو. الشامبو هذا وايد عجيب، مكتوب عليه طبعا انه لازم تحطينه على الشعر مدة 3 إلى 5 مرات. شلون استخدمه؟ غسل شعري فيه مرة الى مرتين اسبوعيا على حسب شنو اللون، اذا حسيت ان شعري محتاج ممكن استخدمه مرتين او 3 مرات، لكن اذا حسيت ان شعري مو محتاج او توه مصبوغ ممكن استخدمه مرة بس بالاسبوع. اغسل شعري فيه مرة واحدة وبعدها احطه على شعري مدة 5 دقائق، واستخدم الكونديشنر معاه، احط الكونديشنر بعد 5 دقائق، يعني 5 دقائق الشامبو و5 دقائق الكونديشنر. مشكلة هذا الشامبو شغلة واحدة بس، انه وايد ينشف الشعر، فما انصح فيه للبنات اللي شعرها اصلا ناشف. ممكن تستخدمينه لكن تضيفين عليه الكونديشنر وتقعدين بالكونديشنر اكثر، يعني اذا حطيتي الشامبو حطيه 3 دقائق بس وحط الكونديشنر مدة أطول، يعني let's say 7 دقائق، ما راح أتوقع يكون في مشكلة. مكتوب على الشامبو إنه ما يفضل تحطينه فوق 5 دقائق، لكن أنا عشان أكون صريحة معاكم عادي أحطه 5 دقائق، 10 دقائق، 12 دقيقة، ما في أي مشكلة، لأن صبغة شعري ما أتوقع راح تقلب على لون بنفسجي لأن اللون أصلاً مو رمادي أو أبيض، فأحس إنه عادي ممكن أستخدمه يعني مدة أطول. بس ما يفضل انك تحطينه على شعرك فوق الربع ساعة. هذا شكل الشامبو البنفسجي من ولا، العلبة شكلها بالضبط كذي. مشكلة ولا انه مو متوفر وايد بامريكا، فاذا بطلبه اونلاين
ممكن ان انا انطر اسبوعين 3 اسابيع عشان يوصل البيت، لكن ولا موجود ومتوفر بكثرة في الصالونات بالكويت. اختي نوف تصبغ شعرها بصالون، ودائما بعد كل صبغة تحس انها تاخذ منها الشامبو. ممكن حتى احط لكم اسم الصالون اللي تصبغ منه بالانستغرام. الحلو فيه هاللون، او الحلو فيها الشامبو اسمه كولر ريتشارج كول بلوند من ولا. الحلو فيه انه يمكن ما ينشف الشعر كثر كليرول، بس انا شخصيا ما حبيته وايد لاني احس انه تاثيره مو قوي، او ما يعطيني احساس الفريش، كنا الصبغه فريش مثل كليرول. حسيت ان كليرول كان اقوى، يمكن لبج على شعري اكثر، بس وايد انصح فيه ولا، بالذات حق البنات اللي شعرهم ينشف مع الصبغات، لان مثل ما قلت تنشيفه للشعر اقل. ولا تنسين تستخدمينه مع الكونديشنر ايضا، ولا نفس الشيء تغسلين فيه وجه واحد مره واحده، تحطين على الشعر 3 الى 5 دقائق، وبعدها تحطين الكونديشنر نفس المده تقريبا 3 الى 5 دقائق. بالنسبه للكونديشنر مع الشامبو البنفسجي، كثر ما تحطين الكونديشنر اكثر كل ما كان اللون اغنى، وكل ما كان طبعا ليونه الشعر اكثر. فدائما احط الكونديشنر اكثر من الشامبو على الشعر. ايش كثر تستخدمين الشامبو البنفسجي؟ هذا شيء راجع لك في النهايه. اذا حسيتي ممكن تستخدمينه، اذا حسيتي ان شعرك محتاج وقت الحاجه بس، ممكن تستخدمينه 2 3 مرات بالاسبوع، يوم وترك، يعتمد على حسب شنو اللون، او شلون تحسين ان اللون يبي له شوي تعديل ولا لا. مثل ما قلت لكم الشامبو هذا وايد حلو، انا شخصيا ما استغنى عنه، بالذات اذا كنت من النوع اللي دائما اصبغ شعري اشقر، لانه يسوي مثل ريفرشنج حق الصبغه، تحسين ان شعرك توه مصبوغ، حتى لو كان الصبغه صار لها مده طويله. وبتكلفه مثل ما قلت وايد صغيره، وايد قليله مقارنه بانه لو رحتي صالون كم ممكن تدفعين عشان تعدلين اللون. وايد 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 انصح بالشامبو البنفسجي. اختاري الماركه اللي تناسبك، تناسب شعرك، اللي ترتاحين لها اكثر. مثل ما قلت انا ارتحت حق كليرول ولا، بس على حسب منو اللي متوفر فيهم وهو اللي استخدمه دائما على شعري. استخدمه مثل ما قلت 2 3 مرات بالاسبوع، ووايد وايد وايد حبيت النتيجه. يبقى بس ان انا اقول لكم ان الشامبو البنفسجي مره ثانيه ما ينفع لك اذا كان شعرك بني او كان شعرك احمر، لان في شامبوات بالوان ثانيه مخصصه حق كل نوع وكل لون من الوان الشعر. الشامبو البنفسجي بس للبنات اللي يصبغون شعرهم اشقر. هذا كان كل شيء عن الشامبو البنفسجي، ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من خلال هذا الفيديو. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب، وتتابعوني في اكونتي في انستغرام نوع ستايل. لايك، احبكم وايد، باي.